غادي ناخذ معنا عائشه من الدار البيضاء. لاله عائشه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا. الله يطول عمرك. الله يبارك فيك لاله. مرحبا. بغيت نعطيك واحد النصيحه ديال الشوكولا. اها. دابا الا السيده شد كاسرونه اللي كيتحق لها شكلاط شد الكاسرونه تتغلي الماء مزيان وتحط فوق من الزلاطه اللي فيها الشكلاط وتخليها بلا ما تخليها فوق النار تفي العافيه راه كيدوب على خاطرو دغيا. اها بحال اللي كنديرو في البان ماري تقريبا. العافيه كتسناه يدوب بلاش غير يغلى لينا الماء ديال الكاسرونه كنحطو فوق منه الزلافه بلا ما نديرو بان ماري من الاول. بلا ما نديرو بان ماري حيت كاين شي حاجه كيتحرق ليها. وعندي لاله واحد المقبله ديال الدنجال كتجي زوينه. مقبله الدنجال. صافي كنشدو الدنجال كنقسمو كنفرقو على جوج بعد ما غسلناه بالماء. بلاتي لاله عائشه قلنا الدنجال نغسلوه كنفرقو على جوج وكنديرو في الماء والملح حتى كيتغسل مزيان. وكنحيدو في الماء والملح. ايه صافي كنحيدو ديك البابه ديالو. كنحيدها بالمو صافي كنحيدها كلها وكنشدوها نحكوها في الحكاكه. نحكو معاها ثلاثة خيزويات. نحكو معاها ثلاثة قرعات هما بعد ما غسلناهم صافي وكنخليو هذاك الخيزويات. ايه وذاك البابا ديال ثلاثة قرعات والبابا اللي ديال الدنجال. والبابا الدنجال. ايه صافي كناخدو لالا كنشدو ذاك الدنجال كندهنوه شوية بالشيتا هكا بزيت العود وكنرشو عليه شوية الملحة شوية البزار وكندخلوه للفران. هي دوك الكويعات اللي بقاو ديال الخاويين. كندخلو من الفران كندوزو لالا كناخدو مقلة كنديرو فيها بصلة مشلضة مزيان. مقلة نديرو فيها بصلة مشلضة. اي بصلة مشلضة هذيك البيضة حتى كطحينا شوية كنزيد واحد الكويرة ديال الكفتة تكون كبيرة. كنفرتوها في داك البصلة حتى تاخد المذاق ديال البصلة. صافي وكنلوحو داكشي اللي حكينا في الحكاكة الغليظة. الدنجال والخيزو والقرعة. صافي كنديهم ونجيبهم حتى كيدبلو تيطيبو كنزيدو عليهم واحد شي ربيع من الفوق كنخرج دوك الكويعات ديال سميتو ديال الدنجال اللي لقاو دبلو وطاحو كنشدهم ونعمروهم بداك المقادير داك المقادير اللي طيبنا وكنحكو شويه فرماج حمر وكندخلوهم للفران اللي كيدوب عليهم داك الفرماج مع كلشي تبارك الله طيب كنخرجو كنقدموها كمقبله. صافي وكنصحو. نعم ما يعطيك الصحة. الله يطول عمرك. ويلي بقات غير الماكلة دابا. أيه باقي كاين شي حد مورا. مازال سميرة من الدار البيضاء.